درس عن الجذر التربيعي للرقم اللي هو السكوير روت والسكوير المربع او الباور. فاحنا هنتكلم في الدرس ده عن ثلاث دوال: سكوير روت والباور والابسوليوت والاكسبوننشال اللي هي الاس. يعني هنتكلم عن الحاجات دي. طبعا في دالة الماس دي موجودة في الفورمولاز، فيها كل الدوال الرياضية. لكن هو طبعا انا مش بصدد ان اتكلم عن الدوال رياضية، لا انا عايز اتكلم عن بكمل سلسلة الكلام اللي كنت اتكلمت عن الجمع والطرح والقسمة والضرب. هتكلم بقى عن السكوير روت، الجذر التربيعي. فهديك مثال كده. لو انا عندي هنا دي 4، وجيت قلت هنا الخلية دي اسمها جي 3، لو قلت له جي 3 اس 2، اس 2 دي علامة موجودة على لوحة المفاتيح، هتدوس على شيفت والستة فتتعمل يعني اس 2. فدي معناها تربيع، 4 تربيع الباور يعني اس 2، حاجة اس 2. طب ال 16 دي عايزة اجيب الجذر التربيعي، ففي دالة اسمها سكوير روت زي ما انت شايفها كده، زي ما انا بكبر لك عليها كده سكوير روت. اجي اكتب يساوي سكوير روت اوف جي 4. يعني ايه الجذر التربيعي؟ يعني ال 16 عبارة عن كام في كام، كام في كام رقمين زي بعض اللي هي 4 في 4. ال 16 برضك الجذر التربيعي كان ممكن اكتبه بدل ما كتبته سكوير روت، اكتبه بالاكسبوننشن علامة الاس، اس ونص. وطبعا اللي سكوير روت دي حالة خاصة الناس بتلجأ لها كتير قوي، يعني تعتبر حاجة شائعة يعني. لكن اما الاس دي ممكن قص نص، قص تلت، قص ربع، يبقى دي بقى كأنها الجذر التاني التالت، يعني قص تلت، الرابع قص ربع، وهكذا. يعني دي الاكسبوننشن دي اعلى، لانها برضه بتعمل لي الحاجتين، بتعمل لي الباور القص قص اتنين يعني تربيع، وتجيب لي الجذر التربيعي، وتجيب لي الجذر التالت، وبعدين قص تلاتة مكعب الرقم. يعني القص دي هي اللي فيها الشغل كله، هي بتعمل كل حاجة، كل حاجة. لكن لو كان بجيب جذر تربيع الرقم سالب زي ده كده هتديني ايرور. طب الحل ايه؟ الحل ان انا اعمل دالة اسمها ابسليوت. ابسليوت تاخد الرقم السالب ترجحولي موجب. فهنا الدالة زي ما انت شايف كده سكوير ابسليوت جي 7، دي جي دي دي هي الخلية دي اسمها جي 7. فاول حاجة هتحوله الرقم موجب، وبعد كده اعمل السكوير روت بتاعه فيجيب لي الرقم عادي 4. الخمسة اما اقول اس 3، 5 اس 3 يعني 5 في 5 في 5، اهدي برضك الاكسبوننشال رمز الاس جابها على طول اس 3. 5 في 5 25 في 5 ب 125. طب عايز اجيب الجذر التكعيبي، الجذر التكعيبي يبقى جي 9 دي اللي هي 125 اس تلت اللي هو المكعب بتاع الرقم. الجذر التكعيبي يعني سوري الجذر التكعيبي زي الجذر التربيعي، غير المكعب اللي هو ده المكعب بتاع الرقم، تكعيب الرقم، لكن ده الجذر التكعيبي. طب 2 اس 6 يعني 2 اس 6 دي ب 64. طب الجذر السادس بقى ال 64 اس سوتس تطلع 2. انا مديك العملية وعكسها، وريتك هنا في المعادلات دي كلها الثلاث دوال، وريتك العلامة اللي هي الاكسبوننشال، وريتك السكوير روت، وريتك الابسوليوت. يبقى بقى في حاجة، يبقى انا بس هراجع معاك الاس كيو ار دي فانكشن سكوير روت بتريترن 5، سكوير روت ل16 بتريترن، سكوير روت لناقص 4 بتدي ايرور. فلازم احط هنا ابسوليوت جوه وبعدين ايه ابسوليوت. طب انا هنا دلوقتي اكسبوننشال اوبريتور، لو قلت ايه قص نص يعني دي السكوير روت. طب الانث روت يعني الروت الخامس، الجذر الخامس، الجذر السادس، سكوير ويز باور. هنجيبها ازاي دي؟ تعال نشوف امثله انا حاططها لك كده بوريك. يعني في داله اسمها باور، اكتب يساوي باور 2 و2 يعني 2 اس 2، ده السكوير روت ويز باور. 2 اس 3 يعني 2 في 2 في 2، 2 اس 4 يعني 2 في 2 في 2 4 مرات زي الاس. يعني بدل ما بعمل علامة الاس بكتب دالة اسمها باور
بكتب دالة اسمها باور، ونفس الكلام الباور دي اقدر اجيب بيها دي هنا بجيب الاكسبوننشال يعني التربيع والتكعيب والاس 4 واجيب بيها برضك الجذر ازاي؟ اقول اس نص اس ان يعني انث روت يعني الرقم اس 1 على ان. فمثلا اذا قلت اي 1 واس نص يعني الجذر التربيعي اس كذا يبقى كيوبيك روت، ودي فورس روت اس ربع. ادي دالة باور بي اس تلت ده الجذر التكعيبي، هي نفسها لما اقول له البي 5 وباور بي 5 هي دي هي دي. طب نرجع تاني مثال ظريف جدا، ان هنا ممكن اعمل الاربع طرق اجيب بيهم السكوير والسكوير روت طبعا، وبالتالي اقدر اجيب الجذر الثالث والجذر الرابع والجذر الخامس، واجيب بقى المربع والمكعب واس 4 نفس المبدأ. يعني انا اعمل لك ثلاث حاجات هنا. واحد، اول طريقة ان انا اضرب الرقم في نفسه، اقول له ده بيساوي الرقم اف، دي اسمها اف 5 الخلية دي، او زي الخلية دي اسمها اف 5. اما اقول له اف 5 في اف 5 على طول ضربت الرقم جبته، بس مش هينفع طبعا في حالات اللي هي الاس 3 هبدأ اضرب بقى الرقم كذا، ما مش هينفع. اما علامة الاس دي تنفع، الرقم اس 2 ودي دي الباور، الباور للاف 5 واس 2، واسحب بقى. هنفترض ان انا ما كنت ساحب يعني ماسح الحاجات دي كده واسحب كده سكوير روت، يعني الخلية اف 5 دي اس نص، وممكن تبقى سكوير روت اس كيو ار تي واف 5، وممكن تبقى باور اس باور اف 5 ونص، وهكذا. واسحب برضك كده وايه الاقي جاب لي، طبق لي جاب لي الايه. اما ليه حكاية المعادلة اني كاتب لي المعادلات دي؟ في دالة اسمها فورمولا تكست، يعني انا قلت له كده فورمولا همس هتقول كده، واقول له يساوي فورمولا تكست، هات لي الفورمولا تكست لمين بقى؟ لده، لدي، بدوس انتر كتب لي الفورمولا بتاعتها دي. دي اسمها سي 12، والمعادله بتاعتها بتطبق على اف 12، لكن هي دي اسمها سي 12. المعادله اللي هنا دي اللي هي موجوده دي بتطبق على اف 12 اس نص، وادي اهي الباور. لو انا سحبت دي كده هتطبق القاعده دي ان هيكتب لي التكست بتاع الفورمولا اللي في الخلايا اللي فوق دي على طول. ودي مع برضك امر جديد خدناه اهو اسمه فورمولا تكست. في حاجه جديده الطريقه الرابعه، دول ثلاث طرق. الطريقه الرابعه بقى ان انا استخدم الجداول، ودي فرصه ان انا اشرح فكره الجدول. يعني تيبل رو، هنا بقى تيبل رو لان ده جدول، هفهمك يعني ايه جدول دلوقتي. انا لو سحبت السبعه دي والسته لوحديهم كده عشان ده جدول اوتوماتيك اتملت المعادلات سواء كانت سكوير او سكوير روت. دي طريقه تانية في الجداول، ممكن انت يجيلك جدول حد شغال بالجداول. يعني ايه جداول؟ يعني انا مثلا كاتب نمبر وكاتب ارقام 10 15. طب انا هنا المعادله ايه؟ المعادله هنا بتساوي السكوير يعني ده في نفسه يعني اس 2 شيفت 6 2، والمعادله هنا بتساوي ده اس نص، او اكتب سكوير روت بس انا هستسهل طبعا واكتب اس نص واسحب. ده في حالة ان انا مش بستخدم جدول، لكن لو انا علمت على المجموعة دي كده وقلت له ان ده جدول، قلت له insert table اللي هو المنطقة دي، وقلت له ان ده may table has head كده اوتوماتيك خلاص كده التربيع بتساوي ده اس 2. فلازم اعيد كتابة المعادلة دي ان انا اقول له دي بتساوي، عشان خلايا الجدول بتتكتب بطريقة تانية. يعني مثلا لو لاحظت كده الجدول هنا الخلايا دي محطوطة بين قوسين، يعني نمبر وكاتب لي النمبر اللي هو النمبر ده، لكن هنا كاتب لي اي، لكن لا انا عايز يتعامل معاه بالاسم ده بين قوسين، فبيساوي
ده فكاتب لي النمبر العمود كله، كأن العمود كله ضربه فيه قص نص، يعني العمود كله كاتب ان، غير نظام يعني هنا برضك الجدول ده العمود ده في نفسه، هنا برضك السكوير روت اوف للسكوير، يعني جاب الجذر التربيعي لده. انا هنا جايب الجذر التربيعي للنمبر بقى، للنمبر اللي هو ده، لكن لو عايز اعدل عايز اجيب الجذر التربيعي للسكوير روت عشان ارجع المعادله تاني زي يعني الصف ده زي ده تاني، لكن لا هخليها كده. هنا لو جيت كتبت هنا مثلا مسحت الرقم ده وكتبت 11، خلاص هو كتبت 15، هو بيطبق المعادله على الهيد بتاع الكولوم، ما بيطبقوش على الخلايا، فبالتالي كل ما بكتب حاجة بيطبق من غير ما اكتب معادلات، لان المعادلة بتتكلم على العمود ده، المعادلة بتتكلم على العمود ده، والمعادلة بتتكلم للإلى ما لا نهاية. مجرد ان اكتب رقم هنا 12 على طول 144 وجذر 12 اللي هو 3.46 كده. فدي طريقة رابعة بقى، دي الطريقة الرابعة ان انا استخدم الجداول. طبعا في طرق تانية، في طرق تانية لما استخدم الادوات التانية بتاعت الاكسل، زي الباور كويري اديتور وغيره، يعني ادوات كتير ممكن بنحتاجها بتعمل لنا شغل كتير. هنكتفي بكده، اشكركم، سلام.